السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله. أرض العبور والملال 58 52، هذا نص قرائي في الرائد في اللغة العربية المستوى الأولى إعدادي. إذا هذا هو النص. عتبة القراءة: إذا معرفية التعريف بالمغرب. المغرب بلد عربي إسلامي إفريقي يقع في شمال القارة الإفريقية، يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا موريتانيا، وشرقا الجزائر، وغربا المحيط الأطلسي. هذا السؤال الأول في الصفحة 59، تقدروا تحتاجوه. مؤشرات النص: صاحب النص ليلى ومحمد المسعودي، باحثان مغربيان شاركا في إعداد الجزء الثامن من موسوعة مذكرات من التراث المغربي. توفي محمد مسعودي بتاريخ 26 يوليوز 2004 عن سن يناهز 59 سنة، وكان من مؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2002، وأنهى حياته في إطار هذه الأخيرة عضوا بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، كما تحمل مسؤوليات في جمعية المواهب. كان الفقيد عضوا بالمكتب الوطني للتضامن الجمعي المغربي. مصدر النص: النص مأخوذ وأخذ النص من موسوعة مذكرات من التراث المغربي. هذيك التراث راه دايرين لها حتى زايدة تما حتى معجمة. مجال النص: النص ينتمي إلى المجال القيم الوطنية، القيم الوطنية والإنسانية. نوعية النص: مقالة تنتمي إلى المجال، إلى مجال القيم الوطنية. العنوان: أرض العبور والملاذ. يتكون من مركب إضافي: أرض العبور، واسم معطوف بحرف الواو الملاذ، ويمكن أن يصير العنوان مركبا إسناديا بتقدير المبتدأ المحذوف بقولنا هذه أرض العبور والملاذ، أو المغرب أرض العبور والملاذ. إذا بداية القصيدة النص ونهايتها. بداية النص مش القصيدة: تشير إلى أن موقع المغرب الجغرافي واستراتيجي يجعل منه بوابة العبور وملتقى للحضارات. نهاية النص تشير إلى بعض خصال المغاربة: الكرامة، التسامح، الانفتاح. بناء فرضية النص: بناء على قراءة ماذا؟ العنوان وبداية النص ونهايته. نفترض أن موضوعه يتناول الموقع الجغرافي للمغرب ودوره، إذا يتناول الموقع الجغرافي للمغرب ودوره في انفتاحه على العالم الخارجي. القراءة التوجيهية: إيضاح اللغوي، بعض الكلمات الغير مشروحة في النص، مسارمية الأطراف شاسعة، صوب نحو واتجاه يلحمهما يجمعهما، أراض قاسية بعيدة، الملاذ، الملجأ. بالنسبة لملامح التفسير في النص: توظيف علامات ترقيم تفيد التفسير، مثلا استعمال هلالين في الإثنية للإشارة إلى مصطلح له علاقة بموضوع مطروح، استعمال ألفاظ وعبارات دالة على التفسير إذا كانت، فيشكل ذلك وكأنهما قطبان باعتباره رافدا، فتنوعت بذلك عاداته. كاين التوكيد: فإن هذه التسمية إن إلقاء نظرة، والإضراب بل مثل مجال، أو بل مثل مجالا. مقصدية النص: يهدف الكاتب إلى إظهار مكانة بلادنا باعتبارها وطنا محافظا على خصوصيته، منفتحا على حضارات أخرى، وينعم بتعايش نسيجه الاجتماعي المتشكل من إثنيات متعددة. القيم المتضمنة في النص: حب الوطن، عقلوا على القيم، حب الوطن، التسامح، التعايش، الانفتاح. لأن هذا هو النص. غنبداو مباشرة، إذا نقراوه ما نقراوش اللي يعجبكم. إذا كانت بلادنا تعد مغربا أقصى بالنسبة للبيروتي وبوابة الشرق بالنسبة للندني، فإن هذه التسمية المزدوجة تنم عما حبى به الله بلدنا من موقع متميز جعله حلقة وصل بين عالمين وخطا رابطا بين حضارتين. إذا نكتفي بهذا، انطلاقا أو انطلق من الخريطة،
وأنجز ما يأتي. عين حدود المغرب من أربع جهات، نقول شرقا الجزائر، غربا المحيط الأطلسي أو الأطلنطي اللي بغيتي، شمالا البحر الأبيض المتوسط، جنوبا موريتانيا. حدد موقع كل من بيروت. إذا كما تعرفوا أن بيروت تنتمي إلى لبنان وهي بلد في آسيا. لندن عاصمة إنجلترا وهي في أوروبا. نقوله بيروت شرق المغرب، يعني الموقع ديالها بالنسبة للمغرب شرق المغرب بلبنان بالقارة الآسيوية. لندن شمال المغرب بإنجلترا بالقارة الأوروبية. نعم، إذا اختاري الشرح المناسب لما تحته خط حلقة وصلين، مركز الانطلاق، نقطة التقاء، محطة الصراع. إذا نقطة التقاء مترامية الأطراف شاسعة متكاملة متباعدة، يعني الجواب هو شاسعة. انفتاح اندماج تحصين اتصال، أنقله اتصال. فضائل عادات قيم طرق، إذا نقول قيم. إذا كان هذا هو جواب لهذه الشروحات المناسبة في السؤال الثاني من ألاحظ وأفهم صفحة 59. استخرج من النص ما يرادف الكلمات الآتية. يعني على حسب ما قلبنا لقيت بأن موقع الكلمة اللي مناسبة هي مجال، بعيدة قاسية، قاسية أراضي قاسية، استعمار حماية. جات في النص كتقول إلى تحرره من الحماية، إلى تحرره من الاستعمار. صافي بركة، ندوز. أعيدي ترتيب هذه الأفكار حسب ورودها في النص. إذا حافظ المغرب على خصوصيته رغم تنوع عاداته وتقاليده، ظل المغرب محافظا على تميزه وخصوصيته رغم انفتاحه الدائم على الحضارات الأخرى. من خصال المغربي الكرامة والتسامح والانفتاح. هذا خبر مؤخر. المغرب بوابة إفريقيا نحو أوروبا وملتقى حضارات وثقافات متعددة. إذا نرتبوها بحال هكا، نقولوا المغرب بوابة إفريقيا نحو أوروبا وملتقى حضارات وثقافات متعددة. ظل المغرب محافظا على تميزه وخصوصيته رغم انفتاحه الدائم على الحضارات الأخرى. حافظ المغرب على خصوصيته رغم تنوع عاداته وتقاليده. وأخيرا من خصال المغربي الكرامة والتسامح والانفتاح. كندا هو الترتيب المناسب. نعم، إذا أبرز السمة المميزة للمغرب وحضارته من بين ما يأتي، ونعلل الجواب ديالي بعبارة من النص. إذا المغرب بلد تعيش تمزج ثقافات، صحيح. شنو العبارة اللي في النص؟ كتقول لإثنيات مختلفة تمازجت وتلاحمت فيه كبوثقة سحرية شكلت نسيجا إنسانيا واجتماعيا فتنوعت. إذا العبارة هذه هي اللي كتزكي الجواب اللي عطينا. المغرب بلد ثقافات، نعم. الجواب شنو العبارة؟ هي يبين أن هذا البلد قد شكل منذ القدم محطة وقاعدة لشعوب متحركة في اتجاه أراض. هذه مهمة، محطة، هذيك محطة وقاعدة لشعوب متحركة. إذا المغرب بلد في الكفاء والإغلاق. لا، هذه العبارة ما نختاروهاش لأنها خاطئة، لأن المغرب بلد التسامح والانفتاح. نمشيو لأرسل وأحلل. أستخرج من النص ألفاظ الدالة على أن المغرب أرض العبور والملل. ها هي: بوابة، حلقة وصل، خطا رابطا، لقاء أوروبا تتجه بدورها صوبه، جاذبية متبادلة يلحمهما، محطة قاعدة، انفتاح رافدا، ملتقى تمازجت تلاحمت. إذا نقل هذه الكلمات في انتظار ندوزو للتمرين الثاني.
إلى النمر. استند الكاتبان في إبراز فكرة العبور والملاذ إلى مجالين، هما المجال الجغرافي والمجال التاريخي. استخرج من النص الألفاظ والعبارات التي تشير إلى هذين المجالين بحسب الجدول الآتي. أعطونا واحد الجدول، ها هو هذا. احنا درنا اليوم عارفين في المجال الجغرافي المجال التاريخي، ومهم خدينا كلمات اللي كتدل على المجال الجغرافي: موقع متميز يغطي المغرب مساحة شاسعة، قارة مترامية الأطراف، الخارطة. هادو كتدل على المجال الجغرافي. المجال التاريخي: مغربا أقصى، لأن المغرب كان كيسمى المغرب الأقصى، يعني المغرب البعيد، أقصى المغرب، أبعد نقطة في المغرب بالنسبة للمشارق. حضارتين: الحضارة العربية الإسلامية، فجر تاريخه، تحرره من الحماية، كدل على هنا الاستعمار الفرنسي، استعادته واستقلاله، وهو مرحلة من التاريخ. إذا هذه كلمات وعبارات تدخل كل منها في المجال المحدد لها، سواء كان مجالا جغرافيا أو مجالا تاريخيا. إذا احنا غادي بواحد السرعة، صافي نمشيو. أجرد من النص بعض خصائص الحضارة المغربية. إذا خصائص الحضارة المغربية: مساكن الموقع الاستراتيجي، صلة وصل بين حضارة البحر الأبيض المتوسط، الحضارات اللي دازت مثلا الرومان والفينيقيين والقرطاجيين، والحضارة الإسلامية طبعا، الانفتاح على الحضارات الأخرى مع الحفاظ على خصوصية المغربية، التعايش مع الإثنيات المختلفة. إذا رابعا، يقدم النص المغرب في صورة تتكون عناصر مما يلي ومما يأتي: بوابة القارة إفريقيا، حلقة وصل بين عالمين، ملتقى الإثنية. أشرح هذه. إذا نشرح ألف: بوابة القارة الإفريقية هي يعني أن البلد هي البلد المطل على أوروبا، فلا بد من المرور به للتقدم إلى العمق الإفريقي، والعكس صحيح. إذا أردت المرور إلى أوروبا، طبعا يجب المرور من بوابة المغرب، لأنه يطل مباشرة على أوروبا، على مدينة، خصوصا مدينة طنجة التي تطل على إسبانيا بحوالي 14 كيلومتر. حلقة وصل بين عالمين تصل بين أوروبا وإفريقيا، العالم الأوروبي والعالم الإفريقي، ملتقى لإثنيات مختلفة، ملتقى الديانات المختلفة والأجناس المختلفة. نعم، وما دايرين لنا في الشرح إثنيات جماعات عرقية. واخا، إذا نمر. تبين لك من خلال قراءة النص أن موقع المغرب الجغرافي وتاريخه جعله نعود نفس الكلمات. هنا نديرو التركيب، نقولو واحد القراءة تركيبية: يعتبر المغرب معبرا استراتيجيا نحو الشرق والغرب، وملتقى لمختلف الحضارات الإنسانية والثقافات المتنوعة، لكنه ظل محافظا على تميزه وخصوصياته رغم انفتاحه. عرف المغرب عبر تاريخه بكونه أرضا تمازجت فيها ثقافات متنوعة. اكتب فقرة تبين فيها بعض مظاهر هذا التمازج منطلقا في ذلك من محيطك. نقول المغرب متعدد الإثنيات مع ثقافة وحضارة غنيتين. عبر التاريخ المغربي استضاف هذا البلد العديد من الأشخاص القادمين من الشرق كالفينيقيون، الهنود، اليهود، العرب، اليهود مش الهنود، اليهود والعرب، من جنوب إفريقيا جنوب الصحراء، ومن الشمال الرومان مثلا، القرطاجيون مثلا. وكان إذا الروم، باش نقولوا الشمال نقولوا الرومان، الفينيقيون جاءوا من الشرق. وكان لكل هذه الفئات جميعها
أثر على التركيبة الاجتماعية المغرب، حيث أنها تضم العديد من المعتقدات كاليهودية والمسيحية والإسلام، وهذا ما نلاحظه اليوم في محيطنا من اختلاف الألوان واللهجات والأجناس. مهم، واخا نمشيو نمشيو. إذا اكتب رسالة. بالنسبة للرسالة، تعرفه ببعض خصائص بلادك وما يتميز به المغاربة من كرم وتسامح. غادي نعطيك انا بعض، انت غتكتب على شكل رسالة، يعني دير التاريخ والمرسل، المرسل اليه، هذاك الشيء كله ديرو، دير الموضوع على شكل رسالة اللي قريتي في السادس. تعرف تكتب، دير رسالة وهادي دير السادس بحال هكا، هادو هما اللي هتكتب في الوسط، في العرض ديال، في المحتوى ومضمون الرسالة تكتب هادشي. تشتهر المغرب بطيب أهلها وسكانها بكرمهم وحسن ضيافتهم للزوار والسياح، على مر الذي يشجع السياح على زيارتها من جديد، كما يشعرهم بالاطمئنان. لقد استضافت المغرب العديد من الحضارات والثقافات عبر التاريخ، والتي جعلت منها مركزا ثقافيا مرموقا في العالم. ومن هذه الثقافات الرومان، الفينيقيون، المور، الويندل واليهود. إذا هذا اللي هتكتب الداخل، والوسط تكتب هزيلك شي ديال الرسالة: يسعدني صديقي العزيز أن أعرفك على مميزات وخصائص بلدي المغرب، وهكذا. نعم، إذا صافي نمشيو هنا. قالك عارف بعض الحضارات اللي تفاعل مع المغاربة، ما غاديش نقراهم والو. هادو كانوا في العصر، يعني في العصور التاريخية، مرت هاد الحضارة مثلا الأشولية والمستيرية والعاتيرية. بغيتيهم ما بغيتيش هادو، أتوقف الفيديو. ما بغيتيش أدوز لهادو، كتب هادو: الحضارة الفينيقية، أو سميها الحضارة الفينيقية، الفترة البونيقية، الفترة الموريطانية، الفترة الرومانية، اللي عجبك وقف الفيديو وكتب مع راسك. صافي، وصلوا على رسول الله.